بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. وصلنا بحمد الله إلى الفقرة 76 بعنوان ويليام هارفي. إنه الطبيب، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الإنجليزي الذي اكتشف الدورة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الذي اكتشف الدورة الدموية ووظيفة القلب، ويعد كتابه دراسة في تشريح حركة القلب والدم عند الحيوانات أهم الكتب في تاريخ علم وظائف الأعضاء. والكتاب بغير شك، طبعا بغير شك، عادي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. معقولة يا أستاذ يجيب لي كده في ثانوية عامة؟ معقولة. وطبعا لأنه عارف أن الناس هتبدأ تتفلسف ويبدأ يفترضوا افتراضات غريبة كده، وهي جر ومجرور عادي جدا، غير لما بيجي قبلها من او قبلها حرف جر خلاص ما عادتش اداه استثناء، عادت جر ومجرور عادي جدا. بغير شك ما عادتش اداه استثناء، ما عادتش تاخد احكام المستثنى والاستثناء. يعني هو بدايه، طبعا خبر ان خبر هو عفوا هو بدايه خبر مرفوع علامه رفعه يا شباب رفعه الضمه. سؤال بعدين يقول استخرج خبرا جمله الحرف ناسخ. انتبهوا بقى هنا، محدد لي بيقول لي جملة الحرف ناسخ، ما ينفعش الطبيب. لا ليه يا أستاذ؟ لأنه صحيح حرف ناسخ لكن ده خبر مفرد، أنا عايز خبر جملة. تعالى كده، ولكن إلى أنه قد اكتشف، قد كشف عفوا، أنه قد كشف، أيوة صح كده، قد كشف، ده خبر جملة فعلية في محل رفع خبر يا شباب، في محل رفع خبر أن. تمام. سؤال بعد يقول لي اسم فاعل وبين فعله. أسئلة جميلة وحلوة وبتفكرنا وبتثبت المعلومة. اسم فاعل، ها تعالى، الكتاب لا طبعا، وظائف لا، ها الاستفادة، كشف المختلفة. تخلي بالك بقى عشان في طلبة كتير ممكن تقع هنا برضو، مع انه اسم فاعل عادي اهو. لا ما هو ممكن يحسبوها ازاي؟ من مضمومة والفاء مفتوحة، يبقى ده اسم مفعول يا أستاذ. لا طبعا ده مش اسم مفعول. ليه يا أستاذ؟ علشان التأنيث ما تحسبش، ويا ما أشرت إليها في حصصي وفي شرحي للاسم الفاعل والمفعول وما نخلطش بينهم. طب أشيل تاء التأنيث، يبقى اقرأ اقرأ الكلمة كده معايا، مختلي. لا ما هي مكسورة، ليه الحرف اللي قبل الآخر. إذن خلاصة الكلام، لما يجي لك كلمة مؤنثة شيل تاء التأنيث وابدأ شوف بقى اسم فاعل ولا اسم مفعول، يبقى مختلفة دي يا شباب اسم فاعل، فانتبهوا. والفعل طبعا اختلف. مضارع معرب وبين علامة إعرابة. مضارع معرب يعني ايه معرب دي يا أستاذ؟ يعني مش مبني، يعني مش متصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد، هو بيخضك بس بالسؤال. مضارع معرب يعد فعل مضارع مرفوع بالضم. ليه يا أستاذ ده مضارع ده يعد هنا فعل مبني المجهول؟ ايه المشكلة؟ ما هو الفعل المبني المجهول بيعرب حسب موقف الجملة، ينصب ويجزم وعادي جدا زي اي فعل مضارع. يبقى يعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. تعال نشوف حاجة تانية كده، ها مدى الاستفادة، كشف، لا طب يعمل، ايوه صح، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه يا شباب الضمة. ضميرا في محل رفع اخر في محل جر. اظن كنا من الفقره اللي فاتت كنت فكرتكم، الفقره اللي قبل اللي فاتت فكرتكم اللي هي في 74 بالضمائر، ها الهاء ديت في محل، وعايز ايه؟ ضمير في محل ايه؟ ضمير في محل رفع واخر في محل جر. تعالى كده نشوف، ها القلب عند الحيوانات اهم، هو صح، الضمائر المنفصله تعرب في محل رفع مبتدا غالبا. طب عايز واحد في محل جر بقى، تعالى كده يا سيدي نشوف واحد متصل كده بالهاء اهو، اسم متصل باسم، الهاء في كتابه، ضمير مبني في محل جر مضاف يا شباب مضاف اليه. السؤال اللي بعديه بيقول لي مصدرا لفعل رباعي، يا وحشنا، تحسين الانتاج واجادته، تلبيه للجماهير، بجهاد ومقاومه زلزال وبلبله الاسعار. يبقى نقول ايه يا شباب؟ يعد تشريح، ايه تحسين، فاكر تشريح، يبقى ده مصدر ايه يا شباب؟ مصدر رباعي، وفعله شرحا، وتحط التضعيف لو سمحت بعد اذنكم، بعد اذنك لو سمحت حطوا التشديد، حطوا الشده. ليه يا استاذ؟ لو كتبتها شرحا بقت ثلاثي. ده يا راجل هو بيقول لك طلع مصدر لرباعي، يبقى لازم الفعل بتاعي يطلع رباعي، وديت اللي انا دايما خايف عليكم منها قوي بصراحه، في اسم الفاعل واسم المفعول وفي المصدر لازم نراعي عدد حروف الفعل اللي طالع، مش اي حاجه تطلع كده وخلاص. نحن ندرس علم التشريح، حط مختص، نحن الاساتذه، الاساتذه تبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني. كثير من الاطباء اسهموا في انقاذ البشريه، عبر عنها بكم، ها
كم من الأطباء أسهموا في إنقاذ البشرية؟ اكشف في معجمك عن كلمة الأعضاء. ها في كلمة عضوة يبقى باب العين فصل الضاد ثم الواو، وقال لي في معجمك يعني عادي جدا. وأذكرك كنت قلت قبل كده في فقرة قاموس المحيط بيبقى فينا شباب بس، بيبقى منين؟ من الآخر الأول مع مراعاة الايه الأوسط، لكن كل المعاجم مشي عادي جدا من الأول للآخر، يعني واحد اتنين تلات. فكلمة الأعضاء جاية من عضو، والأعضاء هنا تبقى في باب العين فصل الضاد ثم يا شباب ثم الواو. وكده الفقرة تمت سريعا بحمد الله، الفقرة 76.